التاسعة نستهلها بالعناوين. السيد الرئيس يؤكد أن المجلس المركزي سينعقد الشهر المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن العلاقات مع تل أبيب وواشنطن وحماس. وزراء الخارجية العرب يؤكدون الالتزام بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة دولة فلسطين. وارتفاع حاد في وتيرة الهجمات الممنهجة ضد المسلمين في الولايات المتحدة بفعل خطاب ترامب المفعم بالكراهية. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة التاسعة. دعا السيد الرئيس محمود عباس خلال كلمة ألقاها أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، دعا الأشقاء العرب لتقديم دعم سياسي وتوفير شبكة أمان مالية لدولة فلسطين لمواجهة التحديات الصعبة خلال المرحلة المقبلة. نتمنى عليكم أمرين اثنين. الأمر الأول هو أن تدعمونا سياسيا، إذا كنا غلطانين قولوا لنا غلطانين، وإذا كنا صح فقط تقبلوا ما نقبل به وترفضوا ما نرفضه، وفقط لا نريد أكثر ولا أقل، وهذا بيكون موقف عربي سليم. النقطة الثانية، من كم سنة نحن نتوقع هذا اليوم، نتوقع هذه الأيام ونقول كيف يمكن أن نتدبر أمرنا إذا عملنا كذا وكذا؟ فلا بد من تأبين شبكة الأمان، فطلبنا منكم إخوتنا هل تؤمنوا لنا شبكة أمان؟ فقلتم نعم. في القمة الأخيرة قلنا يا أخوانا نريد شبكة الأمان، فقلتم نعم. الآن بقولكم سنأخذ هذه القرارات، ونحتاج بالإضافة إلى موقفكم السياسي إلى شبكة الأمان، فهل أنتم فاعلون؟ وقال السيد الرئيس إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سينعقد منتصف الشهر المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية. مقبلون على دعوة برلماننا أو المجلس المركزي الفلسطيني في منتصف الشهر القادم ليتخذ القرارات المناسبة، ولذلك وقبل أن يعقد هذا المجلس قررنا أن نأتي إليكم إخوتنا الأعزاء لنستمع إليكم ونضع آراءكم ومواقفكم أمام هذا المجلس عندما يتخذ موقفا حاسما نهائيا بالنسبة لما نواجهه ولما نعانيه هذه الأيام من الجهات المختلفة. وأكد سيدته أن نتنياهو لا يؤمن بالسلام ويتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني، مشددا على أن إسرائيل نقضت جميع الاتفاقيات المبرمة مع منظمة التحرير. نتنياهو الذي لا يؤمن بالسلام لا نتجنى نحن عليه، وإنما نعرف تماما من خلال مواقفه، من خلال تصريحاته، من خلال تلميحاته، إلى أنه لا يؤمن بالسلام بيننا وبينه، ولذلك كان دائما يقول لا يوجد شريك فلسطيني، مع أننا نمد أيدينا له من أجل سلام حقيقي واقعي فعلي مبني على الشرعية الدولية. إسرائيل، الاتفاق الذي بيننا وبينها هو اتفاق أوسلو، نفضت اتفاق أوسلو ونقضته جميعا، ونقضت كل الاتفاقيات التي جاءت بعده، وخاصة اتفاق باريس الاقتصادي الذي عقد فيما بعد بيننا وبينهم. باختصار شديد أستطيع أن أقول لكم إن إسرائيل قد نقضت جميع الاتفاقات التي بيننا وبينها، ولم يعد يجمعنا شيء.
وقال السيد الرئيس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انقلبت على كل ما وعدت به واتخذت قرارات مخالفة للقانون الدولي. هذه كانت الجلسة الرابعة بيننا وبين الرئيس ترامب، وبعد أسبوعين أعلن نقل سفارته إلى القدس واعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل، ووقف المساعدات عن الأونروا، وإنه ما فيش لاجئين، شوية لاجئين 2000 أو 10,000 أو 20,000، ثم أوقف كل المساعدات التي تقدم لنا من الإدارات السابقة بما في ذلك الأونروا، وهي حوالي 844 مليون دولار. ومشى في هذا الأمن لإسرائيل، استيطان شرعي. لماذا يفعل هذا؟ كما أكد سيادته إصرار القيادة على تحقيق المصالحة الوطنية رغم رفض حماس لها وبحثها عن تهدئة مع إسرائيل. ولا زلنا مصممين على المصالحة، علما بأن إسرائيل كشفت عن وجهها وقالت نحن نساعد كل عنصر ممكن من أجل أن لا تكون هناك مصالحة، ومع ذلك حماس ترفض المصالحة ولا تريدها، وإنما تبحث عن تهدئة هنا وتهدئة هناك من أجل أن تتهرب من قضية المصالحة ومن قضية عودة الوطن موحدا، لأنه هي الطريقة الوحيدة التي نواجه بها نتنياهو. وشدد السيد الرئيس على عدم القبول بضم إسرائيل هضبة الجولان السورية ومزارع شبع اللبنانية. واجبنا أن ندافع أنهم ضموا الجولان، ونحن لا نقبل بأي حال، كما لا نقبل ضم القدس لا نقبل ضم الجولان ولا نقبل ضم المزارع اللبنانية المحتلة حتى الآن. بدوره دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لتضافر الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها تتعرض لمحاولات تصفية حقيقية. ظرف غاية في الدقة تمر به قضية العرب الأولى والمركزية، ظرف نعي جميعا خطورته وخطورة تداعياته المحتملة، ظرف يتطلب منا تضافرا وتكاتفا وتنسيقا وتعاونا على أعلى الدرجات، ظرف يستحق أن ننحي فيه أي خلاف جانبا لنركز على وضع قضيتنا المركزية، القضية الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر التصفية الحقيقية والتي قد نضطر لمواجهة تحديات كبرى بشأنها خلال الشهور المقبلة. إن الدعم العربي للقضية الفلسطينية وركائزها المعروفة ثابت وراثق وأحسبه لا يتزعزع، وستظل الجامعة العربية مركزا للإرادة الجماعية للدول الأعضاء في وقوفها مع الحق الفلسطيني ودفاعها عنه وحملها لرايته. من جانبه طالب رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عوض بوضع آلية فعالة وجادة لتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لأن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية بشكل شامل. إذا تم تصفيتها التاريخ وشعوبنا لن ترحمنا، ولذا يجب علينا وضع آليات ومواقف ترتقي إلى مستوى الخطورة وتنقذ القضية، وندعو مجددا أشقائنا العرب أن تقف وقفة أكثر جدية مما كان في السابق إلى جانب هذه القضية، وأن تضع آلية فعالة وجادة لتنفيذ القرارات المتصلة بالقضية الفلسطينية. وفي ختام اجتماعهم أكد وزراء الخارجية العرب على مجموعة من القرارات لدعم القضية الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، فقد أكد مجلس الجامعة العربية الالتزام بدعم موازنة دولة فلسطين ب100 مليون دولار تنفيذا لقرار قمة تونس لتمكينها من مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وشدد على الالتزام بمبادرة السلام العربية ورفض أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع المرجعيات الدولية ودعم خطة السيد الرئيس التي قدمها في مجلس الأمن العام الماضي. وأكد المجلس الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، إلى جانب الحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية ورفض أي قرار يعترف بها كعاصمة لإسرائيل. كما طالب المجلس والمجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة أونروا. المجلس شدد أيضا على احترام شرعية منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن. وكلف المجلس لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة مستجدات القضية الفلسطينية واعتبارها في حالة انعقاد دائم. إلى ذلك قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن مواقف جميع الدول العربية خلال الاجتماع كانت مساندة للموقف الفلسطيني. نحن استمعنا إلى مواقف الدول العربية، جميعها مواقف مساندة داعمة لفلسطين، وقالوا جميعا بأن يقبلون ما تقبل به فلسطين ويرفضون ما ترفضه فلسطين، وهذه نقطة مهمة جدا. هذا هو الدعم السياسي الذي نحن نطلبه. فيما يتعلق بالدعم المالي، نحن نأمل بأن يكون خلال الأيام القادمة هناك نقاش مستفيض على مستوى الدول العربية لكي يتحملوا مسؤولياتهم حيال الموقف المالي والأزمة المالية التي تعصف بدولة فلسطين، خاصة فيما يتعلق بتفعيل شبكة الأمان المالية. انضم الينا من القاهرة استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جهاد الحرازين، اهلا بك معنا في نشرة التاسعة. اذا جملة من القرارات والمواقف العربية انتهت اذا بالتأكيد بالالتزام على تأمين شبكة الأمان العربية لدولة فلسطين، أهمية القرارات العربية هذه برأيك؟ اولا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام. استطاع الرئيس ابو مازن اليوم ان ينتقل بالقضية الفلسطينية وأن يضع العرب أمام مسؤولياتهم التاريخية والحقيقية من خلال كلمته الشاملة والجامعة والتي تعرض من خلالها لأكثر من محور يتعلق بالقضية الفلسطينية، ووضع الصورة الحقيقية أمامهم دون مواراة أو دون تزيين أو دون تزييف للحقائق. من خلال هذه الحقائق التي طرحها الرئيس أبو مازن استطاع أن يصل بمجموعة من القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع لوزراء الخارجية العرب والطرف في جامعة الدول العربية. هذه القرارات التي تشكل بإطارها سياج أو حصانة سياسية للموقف السياسي الفلسطيني، وبالإضافة إلى الحصانة المادية أو تقديم الدعم المادي للسلطة الوطنية لمواجهة التحديات القادمة في المرحلة المقبلة. وهذا الأمر الذي يترتب عليه مجموعة من القضايا المهمة، فعندما يكون هناك تحصين للموقف السياسي الفلسطيني برفض ما يسمى بصفقة القرن أو صفقة العصر، والتزام كافة الدول العربية بمبادرة السلام العربية وبالحل وفق رؤية الرئيس التي قدمها في إطار مجلس الأمن في 20 نوفمبر 2018 والتي وضعت حل كامل للقضية الفلسطينية وفق إجماع دولي ومستندة على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فهذا الأمر يقطع الطريق على أي محاولة للالتفاف على الشعب الفلسطيني أو محاولة. ذكرت أن لابد من الدول العربية أن تدعم وأن تحصن الموقف السياسي الفلسطيني خاصة قبيل الإعلان عن صفقة القرن، كيف يكون ذلك بالتحديد أستاذ جهاد؟ الشق الثاني من السؤال إذا سمحت لي فيما يتعلق بشبكة الأمان العربية، هذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها أو تؤكد فيها الدول العربية التزامها بهذه الشبكة، هل هناك أي مؤشرات تدفعنا ربما للتفاؤل هذه المرة بأنها سوف تفي التزاماتها؟ يعني أولا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال والمتعلق بقضية التحصين الموقف السياسي لمواجهة صفقة القرن التي أعربت الإدارة الأمريكية أكثر من مرة عن طرحها، هذا الأمر الذي اتخذ به قرار اليوم من قبل وزراء الخارجية العرب يعبر عن مواقف هذه الدول برفضها
لهذه الصفقة إذا انتقصت من حقوق الشعب الفلسطيني، والتي هي تقوم أساسا على قرارات الشرعية الدولية بدولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية. وهذا الأمر الذي أكد في أحد البنود التي صدرت عن وزراء الخارجية العرب المتعلق بمدينة القدس والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية بعيدا عن أي حالة من حالات التهويد. هذا الأمر الذي يدفع الجميع للقبول بالموقف الفلسطيني وعدم تجاوز الموقف الفلسطيني، وهو ما عبر عنه قبل قليل وزير الخارجية الفلسطيني دكتور رياض المالكي، بأن العرب جميعا قالوا بأننا لن نقبل ما لا يقبله الفلسطينيين وسنقبل بما يقبل الفلسطينيون. وهناك مبادئ أو مواقف ثابتة أعلن عنها الرئيس أبو مازن في أكثر من مناسبة بأننا لن نقبل بأقل من دولة على حدود الرابع من حزيران، لن نقبل بدولة لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، لن نقبل بأن تكون القدس إلا عاصمة للدولة الفلسطينية، ولن نقبل بعاصمة في القدس، ولن نقبل دولة بدون قطاع غزة، بل الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة لعام 67. هذا التحصين السياسي يعطينا دفعة قوية باتجاه المواجهة في الموقف الأمريكي ومواجهة القرار الأمريكي المتعلق بهذه القضية. وضحت الفكرة فيما يتعلق، فكلنا نعلم فيما يتعلق بشبكة الأمان العربية. أستاذ جهاد، قبل أن يداهمنا الوقت، هذا الأمر الذي دعت إليه الحكومة الفلسطينية في أكثر، أو القيادة الفلسطينية في أكثر من مؤتمر للقمة العربية، الأمر الذي يتطلب الآن موقف حقيقي من قبل الدول العربية باتجاه دعم صمود المواطن الفلسطيني. لأن الرئيس أبو مازن تحدث صراحة بأن هذا الدعم هو ليس يذهب إلى أشخاص معينين، بل يذهب إلى الكل الفلسطيني، سواء في قطاع غزة سواء في مدينة القدس، لتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين، خاصة أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الضغط من قبل الإدارة الأمريكية، من قبل الحكومة اليمينية الإسرائيلية التي ستشكل بعد أيام، مما يتطلب موقف عربي. ولذلك أعتقد بأن الدول العربية ستفي بالالتزامات، نصرة أولا للشعب الفلسطيني وتعزيزا لصموده في مواجهة هذه المتطلبات وهذه المخططات التي تستهدف القضية. شكرا جزيلا لك إذن من القاهرة أستاذ العلوم السياسية جهاد الحرازين، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. وفي وقت سابق عقد السيد الرئيس محمود عباس في العاصمة المصرية القاهرة لقاء قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأطلع سيادته الرئيس المصري على آخر المستجدات والتحديات التي تمر بها القضية ومحاولات تصفيتها. كما استعرض سيادته الخطوات التي تنوي القيادة القيام بها لمواجهة هذه التحديات، مشيدا بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بين البلدين. من جانبه أكد الرئيس المصري عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين واستمرار بلاده بدعم الشعب والقضية الفلسطينية حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. أدان السيد الرئيس محمود عباس الهجمات الإرهابية التي وقعت في كنائس وفنادق في جمهورية سريلانكا وأدت لسقوط عشرات الضحايا والمصابين، وصفها بالإجرامية والبشعة. وعرب سيادته عن تضامنه مع الرئيس والشعب السريلانكي متمنيا الشفاء للجرحى، ودعا سيادته دول العالم للتعاون مع بعضها لاجتثاث الإرهاب من جذوره وعدم التساهل مع الجماعات العنصرية التي تحرض على العنف والكراهية، مجددا استنكار كل أشكال الإرهاب الموجه ضد المدنيين الأبرياء أيا كان مصدره أو جنسيته. وكان أكثر من 150 شخصا قتلوا وأصيب نحو 400 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا تزامنا مع احتفالات عيد الفصح. المزيد في هذا التقرير. يوم أسود عاشته سريلانكا بعد أن أفاقت على سلسلة تفجيرات خلفت المئات من القتلى والجرحى. هجمات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية عام 2009. 8 تفجيرات هزت العاصمة السريلانكية كولومبو وضواحيها، إذ وقعت في آن واحد تقريبا مستهدفة كنائس وفنادق أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح.
الشرطة قالت إن التفجيرات استهدفت 4 فنادق وكنيسة في العاصمة كولومبو، بالإضافة إلى استهداف كنيستين خارج العاصمة، وأضافت أن من بين ضحايا التفجيرات 35 قتيلا على الأقل من الأجانب. بعد الانفجارات الثمانية، دعا رئيس وزراء سريلانكا مجلس الأمن الوطني لعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع، وأعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر للتجوال في البلاد لمدة 12 ساعة، كما حجبت سريلانكا في إجراء مؤقت كل مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة وخدمات التراسل عبر الإنترنت في البلاد لمنع نشر أنباء غير صحيحة أو كاذبة مرتبطة بالاعتداءات التي ضربت الجزيرة، فيما أعلنت وزارة التعليم إغلاق مدارس البلاد غدا وبعد غد. لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات هذا، وتواصل الشرطة تحقيقاتها للوصول إلى المنفذين ومن يقف خلفهم. لتلفزيون فلسطين، فالنتينا أبو حامد. التقى رئيس الوزراء محمد شتيه وفدا من سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه برئاسة القاضي موسى شكرنا. وشدد شتيه على أهمية سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه في حماية الأرض من التسريب والحفاظ على ملكيتها. واطلع رئيس الوزراء على المشاريع التي تنفذها سلطة الأراضي وهيئة التسوية، بالإضافة إلى احتياجاتهم التي من شأنها أن تساهم في تطوير جهودهم والعمل على تلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة. أغلقت حكومة الاحتلال شوارع رئيسة في القدس المحتلة لتأمين تأدية المستوطنين صلوات تلمودية عند حائط البراق احتفالا بعيد الفصح اليهودي. تقرير دانا أبو شمسية. بسواتر حديدية وقوات عسكرية أغلقت حكومة الاحتلال مداخل بلدات القدس ومنعت مواطنيها من الدخول إليها لتأمين وصول المستوطنين وتأدية صلوات تلمودية عند حائط البراق تزامنا مع عيد الفصح اليهودي أو ما يسمى البيسح، بإغلاق سيستمر حتى الخميس القادم. هي في إطار السيطرة على الحيز والمكان، السيطرة بالقوة، بينما على النقيض بالذات حينما تكون الأعياد الفلسطينية يتم تحرير مخالفات للمقدسيين، السيطرة بهذه الطريقة وبهذه القوة على المكان ينعكس على الوضع الاقتصادي، ينعكس على حضور الموظفين وتحديدا المعلمين من حملة هوية القدس، هوية الضفة الغربية والوصول إلى مدارسهم، فهم يزيدون شللا على الشلل الاقتصادي الذي تتعرض له البلدة القديمة مدينة القدس. بين إغلاق شوارع وطرق رئيسة تحاول حكومة الاحتلال من خلالها بسط سيادة إسرائيلية احتلالية عليها، يتجول مئات المستوطنين في باحات المسجد الأقصى استجابة لدعوات جمعيات استيطانية تعمل على تكثيف اقتحاماتها خلال فترة الأعياد الدينية. فأكثر من 170 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، على رأسهم قائد شرطة الاحتلال من جهة باب المغاربة، وسط دعوات نشرتها جمعيات استيطانية لاقتحام المسجد الأقصى وتأدية شعائرهم الدينية احتفالا بعيد الفصح ونشر روايتهم المغلوطة حول الهيكل المزعوم. هذه الاقتحامات هي اعتداء على حرمة الأقصى، ولن تكسبهم أي حق فيه، وأن ما يقومون به هو استفزاز وتوتر، ونحمل الحكومة الإسرائيلية نتيجة ذلك، لأنها أي هذه الحكومة اليمينية المتطرفة هي التي تحمي هؤلاء المتطرفين، وهذا يعني بأن الحكومة الرسمية هي المسؤولة عن هذه الاقتحامات. تحويل الاحتلال الصراع من سياسي إلى ديني وتسهيل احتفالات يهودية مقابل تنغيص احتفالات دينية إسلامية ومسيحية سمة العاصمة المحتلة التي تتعرض لحرب بلا هوادة من حكومة احتلالية تسعى لطمس هويتها العربية الفلسطينية. من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، تلفزيون فلسطين. في شأن آخر، يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إلى تعديل قانون أساس الحكومة ورفع عدد الوزراء من 18 إلى 26. تقرير هدير شوامري.
من سيحظى أكثر بالحقائب الوزارية في حكومة إسرائيل الجديدة؟ هذا هو السؤال الذي يدور اليوم بين أعضاء الائتلاف اليميني. نتنياهو، ولكي يتجنب تلك البلبلة خاصة بعد مطالبة أعضاء حزب الليكود بانعكاس نتيجتهم الانتخابية داخل الحكومة المقبلة، توجه لرفع عدد الوزراء من 18 إلى 26 لإرضاء شركائه أو حتى قادة حزبه، ليجد في ذلك مخرجا يبقيه على الحياد من إرضاء الجميع. نتنياهو يتعرض لابتزاز كبير من الأحزاب التي ستشارك في ائتلافه الحكومي. كل يريد أن يشغل على كل حزب يريد على الأقل وزارتين، وبذلك يعني هو يتعرض أيضا لضغوط داخل حزبه. بدون رضا محاور الائتلاف الحكومي وقادة الليكود لن تكون هناك حكومة خامسة لنتنياهو. وحسب وسائل إعلامية عبرية، سيفصل نتنياهو الوزارات الصغرى مثل ما تسمى وزارة الاستخبارات عن الوزارات الكبرى، أو قد يصل به الأمر لاستحداث وزارات أخرى ليتسنى له تمتين تشكيل الحكومة المقبلة وضمان أكبر مشاركة فيها. ولتذليل تلك العقبات يتجه نتنياهو إلى تعديل قانون أساس الحكومة المتعلق بهذا الأمر. في السابق نجح نتنياهو بتمرير قوانين مماثلة، وهذا القانون يعني أمر ملح بالنسبة له ولتشكيل الحكومة، لذلك فإنه سيسعى لتشريعه. فهذا القانون أصلا يحظى بغالبية بدعم معظم أعضاء الكنيسة. وفي حال رفع عدد الوزراء، إلا أن نتنياهو سيبقى أمام معضلة من سيشغل ما تسمى الوزارات الأساسية، الأمن والتعليم والقضاء والخارجية، حيث التنافس بين إصرار اتحاد أحزاب اليمين المتطرف على أحقيته وبين أقطاب حزب الليكود مستمر، ما يضعه أمام تحد كبير تتكشف نتائجه خلال الأيام أو ربما الأسابيع المقبلة، خاصة أن قانون الاحتلال يعطي نتنياهو 28 يوما لتشكيل الحكومة دخلت حيز التنفيذ، مع إمكانية التمديد لأسبوعين آخرين. هدي الشوامري، تلفزيون فلسطين. واصل المصريون الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى غد الاثنين، ويحق لأكثر من 61 مليون مواطن مصري الإدلاء بأصواتهم، فيما من المقرر أن تعلن النتائج بعد 5 أيام. أفادت صحيفة واشنطن بوست أن وتيرة الهجمات الممنهجة والمخططة ضد المسلمين في أمريكا زادت بنسبة 226% نتيجة خطاب الكراهية الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي ترامب. التفاصيل في تقرير نادين الشعر. أعتقد أن الإسلام يكرهنا. بهذه الكلمات يبرر رئيس العالم الحر علته مع المسلمين وما يتبعها. هناك مشكلة مسلمين في العالم، انظر إلى القرآن، إنه أمر مخيف جدا، أمر مخيف جدا وشيء سيء للغاية، وكل تلك المصطلحات التي تبدو وكأنها تخرج من فم طفل صغير لها أثر فعلي على مناصري ترامب. أمريكا الريفية انتخبت ترامب. ما يقصده هذا النازي الجديد كما يصف نفسه بأمريكا الريفية هنا هي أمريكا ذات العرق الأبيض فقط. أريد الرقابة على بعض المساجد. حسنا، لديك أناس تخرج من المساجد والكره والقتل في عيونهم وعقولهم، لذلك يجب علينا أن نفعل شيئا. إضافة إلى خطاب الكراهية، هذه بعض إحصائيات ترامب الخاصة بالمسلمين. 25% من المجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وافقوا على أن العنف ضد الأمريكيين مبرر. قد تكون نسبة 27 أو 35% يفضلون الذهاب إلى الحرب. والكذب يستمر. شهدت عندما سقط برج التجارة
شهدت في نيوجيرسي آلاف وآلاف الناس يحتفلون أثناء سقوط المبنى. كثرت أقواله، إلا أن الفعل بدأ منذ هذه اللحظة. دونالد جي ترامب يطالب بإغلاق تام وشامل لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. أما تحليلات فأكدت زيادة بنسبة 226% بجرائم الكراهية في الولايات التي انتخبت ترامب. نادين الشاعر، تلفزيون فلسطين. أشار أعضاء ديمقراطيون كبار بالكونغرس الأمريكي إلى احتمال سعيهم لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، لكنهم قالوا إنهم سيحتاجون أولا لاستكمال تحقيقاتهم الخاصة بشأن ما إذا كان تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر أثبت أن الرئيس قد عرقل العدالة. وقال رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب جيرالد نادلر إنه إذا ثبت تورط ترامب بعرقلة العدالة فستكون هناك مساءلة له. في اسطنبول وزعت مؤسسة شقائق النعمان الثقافية جائزة الشهيد ياسر عرفات للإبداع الأكاديمي في تركيا برعاية الوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي، وبحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والطلابية والثقافية الفلسطينية. التفاصيل مع عاصم جردات. الشهيد ياسر عرفات الذي زين اسمه بجائزة الإبداع الأكاديمي الخامسة في تركيا، فكان الجامع لهذا الحشد الكبير في حفل فلسطيني ثقافي أكاديمي نظمته مؤسسة الشقائق النعمان الثقافية في اسطنبول تحت رعاية المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف. نحن حقيقة بنفتخر بكل اللي قاموا فيه، واحنا بنعتز فيهم. الشعب الفلسطيني أيضا في الداخل بيعتز بأبناء شعبهم اللي موجودين في الخارج. الرئيس أبو مازن دائما بسعى للتواصل مع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، ودائما بشيد بنجاحاتهم وعطائهم وانتمائهم لقضيتهم ولأبناء شعبهم. احنا بنتمنى عليهم حقيقة انهم يستمروا بهذا النفس، هذا النفس الوطني المشرف، ويستمروا بالنجاح والتقدم والازدهار، وهذا يعني النجاح لكل أبناء شعبنا الفلسطيني. نحن بالنسبة لنا مثل هيك مبادرات ومثل هيك نشاطات نحن نقدرها ونحترمها ونثني على القائمين عليها، لأنه كشعب فلسطيني يجب أن نستمر دائما في البحث عن التميز وأن لا نكون عاديين في هذا العالم. نريد أن نكون من الرواد ومن المبدعين والمتميزين والقياديين إن شاء الله تعالى. الحفل الذي حضرته نخب فلسطينية سياسية وثقافية وطلابية وحشد شعبي كان ضيف شرفه الفنان التونسي لطفي بوشناق الذي أضفى رونقا مختلفا لهذا الحفل. قلت لكم خليك صامد يا فلسطيني، رد إيماني ورد يقيني، بإن الحق طريق القوة وإن العدل العدل فتوة، وإن الغاصب برا وقوة مش حيهزك زوري فتيني. خليك صامد يا فلسطيني، ونحب نقول لكم أنا معاكم بالدم وبالروح لآخر لحظة في حياتي لهذه القضية. إحنا اليوم أنجزنا إنجاز عظيم، كرمنا أدمغة فلسطينية لها مستقبل عريق، فهي السواعد البيضاء وهم من سنبنون هذاك المجد الذي نبحث عنه. اليوم كان نموذج يحتذى به لجميع الطلبة الفلسطينيين أينما كانوا، بأن يحذوا حذاء الطلاب المتفوقين وأن يكرسوا حياتهم، لأننا نحيا بالعلم وبالكد تكتسب المعالي. وفي هذه الليلة الفلسطينية كان الطلبة على موعد مع إعلان لجنة التحكيم أسماء الفائزين بالجائزة، وهم الطلاب وسيم شومان وعبد الرحمن الخطيب ومصطفى بلبل. لا نستطيع أن نعبر عن سعادتي في هذه الجائزة، خاصة أنه أخيرا شعرت أني حققت شيء قيم يعني في حياتي، دراسة الماجستير هنا في تركيا. قيمة هذه الجائزة نبعت من قول أبو عمار في مقابلة تلفزيونية مرة: أنتوا مش هتقدروا تضحكوا على الشعب الفلسطيني، ده شعب متعلم، ده أكتر شعب متعلم. بالأمس كان الشهيد ياسر عرفات يتغزل بأشبال وزهرات فلسطين الذين سيرفعون علم فلسطين على أسوار القدس. واليوم كان الياسر حاضرا في عزيمة هذا الشاب، واليوم كان الياسر حاضرا في عيون ذاك الطفل، واليوم
كان الياسر حاضرا في حنين تلك الأم، وسيبقى حاضرا في كل زمان ومكان. عاصم جردات، تلفزيون فلسطين، اسطنبول. في أجواء دينية وشعبية وللعام الخامس على التوالي، أحيت جماهير نابلس ليلة نصف شعبان ليلة الشعلة، وهي تقليد اعتدت المدينة على إحيائه لسنوات طويلة. بكر عبد الحق والتفاصيل. بالمشاعل الوقادة وطبول عدة الشيخ نظمي، أحيت نابلس ليلة الشعلة ليلة نصف شعبان، وهي تقليد اعتادت المدينة عليه قبل عقود طويلة منذ الفتح الأيوبي للمدينة، قبل أن تخبو 50 عاما وتعود من جديد للعام الخامس. من أمام زاوية الشيخ نظمي وسط البلدة القديمة انطلقت مسيرة الشعلة نحو مكتبة بلدية نابلس، حيث أقيمت احتفالية ليلة الشعلة بتنظيم من التجمع الشعبي الفلسطيني. هذا الجمع الكبير الذي يحضر اليوم من نسائنا وأطفالنا ورجالنا مثل هذا اليوم، أتى ليستذكر التاريخ، ليستذكر تاريخ فلسطين وتاريخ تحديدا كمان عادات وتقاليد نابلس. هذه الليلة أحييناها، أحياها أجدادنا، فنحييها الآن نحن. إذا كنا نتحدث عن هذا الاحتفال، صدقني إن قلت لك لم ندفع أي مبلغ. الناس قال هناك من تبرع في الحلويات، هناك من تبرع في الأجار الكراسي مثلا، هناك من تبرع مثلا في الألعاب، هناك من تبرع في القهوة والتمر. هذه مدن الخير. هنا عندما نتحدث عن هذا المكان العريق في نابلس نتحدث عن الأصالة العريقة. هكذا بدت ليلة 15 من شهر شعبان مختلفة في نابلس وسط أجواء رحمانية أطفتها التواشيح والابتهالات التي أنشدتها فرقة القدس للإنشاد التابعة للأمن الوطني على الليلة التي تحظى بإجماع ديني حول فضائلها وما تكتسبه من مكانة خاصة لدى المسلمين عموما والنابلسيين خصوصا. ليلة النصف من شعبان شعيرة من شعائر الإسلام، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يطلع الله على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن. فليلة النصف من شعبان هي يعني ليلة فيها استحباب، استحب علماء المذاهب الأربعة استحبوا قيام ليلها، واستحبوا أن يعني يحيوها الناس بالاستغفار والذكر. اكتسبت هذه الليلة مكانة خاصة، فهي توافق ذكرى تحول المسلمين عن قبلتهم الأولى بيت المقدس نحو قبلة بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وفيها يقسم الله أرزاق العباد وأعمارهم للسنة الجديدة. لذلك يحييها المسلمون بأجواء خاصة من الذكر والقرآن والابتهالات الدينية. بكر عبد الحق، تلفزيون فلسطين، نابلس. الآن إلى النشرة الجوية مع الزميلة سارة الهباش. أهلا بك سارة. أهلا مالك. أهلا ضحى. أهلا سارة. مشاهدينا أهلا بكم. هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار فوق مختلف المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بين معتدلة ونشطة السرعة مع هبات قوية. تتراجع قوة المنخفض بشكل تدريجي مع ساعات الليل والفجر القادمة، وفي يوم غدا الاثنين تسود أجواء باردة في ساعات النهار وأكثر برودة في ساعات الليل. يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة واردة لسقوط الأمطار المحلية فوق بعض المناطق خاصة خلال ساعات الصباح. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بين معتدلة ونشطة السرعة. تتحسن الأجواء يوم الثلاثاء ويكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ، دافئ نسبيا نهارا ومائل للبرودة ليلا. يعود الاستقرار بشكل كامل في مختلف المناطق مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح، لكن لا تتجاوز معدلها السنوي العام حيث تبقى أقل منه بدرجتين إلى 3 درجات. يخشى المزارعون هذا الموسم من تضرر محاصيلهم الزراعية جراء المنخفض الجوي الأخير، حيث تأثرت أشجار الزيتون نتيجة الأمطار الغزيرة. ووفق وزارة
الزراعة فأن الهطولات أدت إلى تساقط أوراق الأشجار بسبب انتشار الأمراض الفطرية، ورافق ذلك مخاوف من إمكانية إصابة محاصيل زراعية أخرى بأمراض مختلفة. وكانت أكثر المناطق تضررا هي طول كرم وجنين وقلقيلية وسلفيت. أما الآن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى جولة في محافظات الوطن وبعض درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد. نبدأها من القدس، من المتوقع أن تسجل 14، رام الله 13، نابلس 16، طوبة وجنين 18، طول كرم 19، قلقيلية أيضا 19، سلفيت 14، أما أريحة 23، بيت لحم 14، والخليل 13. وإلى المحافظات الجنوبية نبدأها من غزة، ستسجل 19، دير البلح 20، خان يونس 19، ورفح 20. ومن محافظات الوطن إلى بعض العواصم العربية والعالمية. مشاهدينا، هذه نهاية النشرة الجوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. عودة إلى ضحى ومالك في الاستوديو. شكرا سارة. إلى العناوين. السيد الرئيس يؤكد أن المجلس المركزي سينعقد الشهر المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة لشأن العلاقات مع تل أبيب وواشنطن وحماس. وزراء الخارجية العرب يؤكدون الالتزام بتطوير شبكة أمان مالية لدعم موازنة دولة فلسطين. ارتفاع حاد في وتيرة الهجمات الممنهجة ضد المسلمين في الولايات المتحدة بفعل خطاب ترامب المفعم بالكراهية. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء. We'll be right back.